أين أفتح لك علب السردين؟ هنا أفتح لك علب السردين وأعصر ليمون بإيدي وأجيب لك خبز الصابون. بتخلي القروش بإيدي، بتخلي القروش بإيدي، وأنا أجيب ملوخية وأفردها على الصينية وأخبي منها شوية يا خطاب خال الشهد. هولا افتح لك علبة سردين وعصر ليمون بإيدي واجيب لك خبز الطابون. خلي القروش بإيدي، بس خلي القروش بإيدي، وراح نفتح مشروع جديد. أيوة. ونشتري الاستراحة هاوي تصير كل ايام لحين. أيوة. ونوكل بسكوت وراحة. أيوة. راح نفتح مشروع جديد. أيوة. ونشتار الاستراحة هاوي تصير كل ايام لحين. أيوة. ونوكل حلق ومراحة. ونفتح لك علبة سردين. تسلم. نفتح لك علبة